أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أفضل الذكر بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي ويا مولاي يا رسول الله صلى الله عليك وعلى أهل بيتك الطيبين الطاهرين المامي ما خاب والله سادتي اي والله ما خاب من تمسك بكم وثبت على ولايتكم فيا ليتنا مع تقصيرنا يا ليتنا ما نحظى ما ونتشرف بخدمتكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. عندما يقام مجلس عزاء على السيدة فاطمة الزهراء سلام الله عليها فعلينا قبل كل شيء أن نعتذر لإمامنا صاحب العصر والزمان لأنه هو المعزأ في مثل هذه الأيام. يا صاحب العصر ادركنا فليس لنا اي والله ليس لنا ورد هنيئ ولا عيش لنا رغد. اليوم يومك يا صاحب العصر والزمان اي والله طال يت علينا ليال الانتظار فها يا ابن النبي لليل الانتظار غدو سيديك حيل بطلعتك الغراء لنا مقلا يكاد ياتي على يا انسانها الرمد يا مولاي وبلسان حال مصيبة جدتك فاطمة الزهراء اي والله الا يا العيون ابدا يا وجدي بها القلب حسرة او يروم كل وقت نوحي على المظلومة الزهراء شاب الراس من عدها يا او دمته من دموع العين اي والله وتصبح للبقيع تروح وياها الحسن وحسين او لا شلشل عليها الليل
ترد بهم بذاك الحين وبيتلها من الكرار يوم القطعة والشجرة بعد ويا الزهرة يا ربي لما انقوضت لي هالمنية وروحها راحة حيدر ينحب عليها وعلي بعيونها صدر لكن شي تقل تقل يا ابن العايم تقلب لي يا شي الاجناس توصات ولا واحد علي منهم يصلون عشي حضره هاي الوصية الأولى يا موالي اسمع الوصية الثانية اللي تعصر القلب والله تقل له وديعة عندك السبطة آه وقضت مظلومة بالشغايات والحسرات ومن الجور مهضومة غسلها على بيده وعليها هاجن هموم آخ اعذرني يا مولا يا صاحب العصر ولكنه من كثر الألم اي والله يا ابو صالح يا ابو صالح نجومك علن وفلان وحلوا وياك حلوا وياك قيد العتامة يا ابو صالح نجومك علن وفلان وفلان وحلوا يا ماما قيد العتامة اي والله وفلان 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 ترى دين ايامك دينك ضامع بين فلان اي والله وفلان صريع ومثل جدك بين امي واولا شاركني شاركني ولا تفوت الفرصة اي والله صريع ومثل جدك إلا لله وإلا إليه راجعون ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين ورد عن مولانا وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إنه قال مكتوب في التوراة إن بيوتي في الأرض المساجد فطوبى لمن تطهر في بيته ثم زارني في بيتي ألا فعلى المزور كرامة الزائر ألا بشر المشائين في الظلمات إلى المساجد من نور الساطع يوم القيامة وورد عن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه يقول عليكم بإتيان المساجد فإنها بيوت الله في أرضه فمن تطهر وآتاها متطهرا طهره الله من ذنوبه وكتب من زواره فأكثروا فيها الصلاة والدعاء فشكراً لكل من ساهم في بناء هذا الصرح العظيم ونسأله الدعاء ووفقه الله تعالى لعمل الخيرات طوال الحياة لأنه أهم شيء في الإنسان عاقبته وبناء المساجد صدقة جارية وكلنا نعلم هسه مو شرط أنه الإنسان يبني له مسجد كامل يلا تكون صدقة جارية مولانا لا مجرد مساهمة ولو طابوقة ولو سراج مساهمة في بناء هكذا عمل بمشاركة هكذا أعمال صدقة جارية ونحن نعلم وخصوصا مجلسنا المبارك يحظى في الكثير من العلماء وطلبة العلم والأساتذة
نعلم جيدا أن الفرصة الوحيدة للإنسان هو هذا العالم، عالم الدنيا، كما يقول أمير المؤمنين سلام الله عليه: النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السعادة فيها ترك ما فيها، لا دار للمرء بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت بانيها، فإن بناها بخير طاب مسكنه وإن بناها بشر خاب بانيها. الفرصة الوحيدة في عالم الدنيا. أما عندما ينتقل من هذا العالم بعد تقطع الأعمال، مو يقول الحديث الشريف إذا مات المرء انقطع عمله إلا من ثلاث: علم ينتفع به، أو صدقة جارية، أو ولد صالح يدعو له. هاي الصدقة الجارية مولانا وأصعب شيء على الإنسان عندما ينتقل من عالم الدنيا، يكون محتاج إلى الأعمال. لذلك ورد في القرآن الكريم: يحكي لنا لسان حال هؤلاء، ارجعوني لعلي أعمل صالحا فيما تركت. لأنه يصل إلى ذلك العالم يجد المكسب الوحيد الذي يبني لك بيتا في الجنة هو في عالم الدنيا. فهنيئا لكل من ساهم في بناء هذا العمل المبارك، في بناء هذا الصرح العظيم، لأنه كل ما بقى هذا الصرح تبقى هذه الصدقة جارية له ولأمواته ولوالديه إن شاء الله. والمساجد الكل يعلم إن شاء الله بعظمة المساجد وأهمية وجود المساجد ودورها. المساجد لها دور عظيم. أولا الصلاة في المسجد تختلف، الجلوس في المسجد يختلف. سئل الإمام أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، قالوا له: ما الأفضل لديك يا أبا الحسن، جلوسك في المسجد أم جلوسك في الجنة؟ قال: جلوسي بالمسجد أفضل لي من جلوسي في الجنة. لماذا يا مولاي؟ يقول: لأن جلوسي في الجنة إرضاء لنفسي باعتبار آخذ الجزاء على ما قدمت، وجلوسي في المسجد إرضاء لربي. وأكيد بقراءة علي بن أبي طالب عليه السلام يقدم رضاء الله سبحانه وتعالى على إرضاء نفسه. هناك حديث شريف لرسول الله صلى الله عليه وآله يقول: الجلوس في المسجد لانتظار الصلاة عباده ما لم يحدث. قيل: وما الحدث يا رسول الله؟ قال: الاغتياب. أي نوع من أنواع الحدث؟ قال: الاغتياب. هسه الإنسان مرات يأتي إلى المسجد مو شرط مولاي إلا بوقت الصلاة، لا، المفروض قبل وقت الصلاة. مو يقول أحد الصالحين يقول: أنا ما أنتظر المؤذن يأذن. ليش قالوا له؟ قال: لأنه الآذان لتنبيه الغافلين، وأنا ما أقبل أن أكون من الغافلين. لما يرفع الآذان المؤذن ينبه الغافلين عن الصلاة، أما أنا فأأتي إلى المسجد قبل هذا الوقت، يجلس ينتظر. لكن هنا المشكلة، إذا أثناء هذا الانتظار هناك أكو اغتياب مثلا والعياذ بالله، لا لا، هنا يفسد العمل. أما كان الانتظار، إذا كان الانتظار للفريضة للصلاة وجالسا وين مولانا؟ في المسجد ضيفا لله سبحانه وتعالى، هذا الجلوس كله عبادة. مو لما يدخل وقت الصلاة يلا يدخل للعبادة، لا مولاي، كل هذا الجلوس هو عبادة. ويقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: يا أبا ذر، إن الله يعطيك ما دمت جالسا في المسجد بكل نفس تنفست درجة في الجنة، ويكتب لك بكل نفس تنفست فيه 10 حسنات، ويمحى عنك 10 سيئات. شو تريد أكثر من هذا العطاء مولاي؟ من جانب آخر، المساجد والذين يرتادون المساجد ويحضرون المساجد يكونون شفعاء. لذلك يقول الأصبغ بن نباتة، يقول: قال سيدي ومولاي أمير المؤمنين سلام الله عليه، بل خلنا نستمع إلى قول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام، قال: يا أصبغ، ليهم الله بعذاب أهل الأرض إذا عملوا بالمعاصي واجترحوا السيئات،
فإذا نظر إلى الشيب ناقلي أقدامهم إلى الصلاة في المساجد، والولدان يتعلمون فيها القرآن. هم تنبه إلى حديث الإمام، فأخر عنهم ذلك. إذن شنو اللي يأخر العذاب مولاي؟ عندما ينظر إلى هذه الشيبة المباركة ينقلون أقدامهم إلى المساجد. لهذا هذا المتخصص في العقائد يهودي، هذا يهودي الديانة، سألوه سؤال. تعرف الديانات الأخرى ترى مرعوبين من صاحبنا، عجل الله تعالى فرجه الشريف. قالوا له متى يظهر صاحبهم؟ اسمع الجواب والله رجاء. قال إذا ازدحمت المساجد في صلاة الفجر. هسه هذا يهودي ما يعرف صلواتنا، لكن يقرؤون كثيرا عنه، يعرفون الإمام لربما أكثر مما نحن نعرفه، عجل الله تعالى فرجه الشريف. شوف شلون قياس مولاي، ما قال في الصلاة فقط، بل قال في صلاة الفجر. صلاة المغرب ممكن أنه يأتي الإنسان، صلاة الظهر أيضا ممكن، لكن صلاة الفجر هذا يطلع من الصبح والجو بارد، ومو فقط واحد اثنين، لا تزدحم المساجد. بالله عليك إذا كان المجتمع بهذا المستوى من الإخلاص، أنت ما تعتقد إذا كان المجتمع بهذا المستوى من الإخلاص هناك تتوفر قاعدة تستقبل الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف؟ وإلا ما الذي ينتظره الإمام بأبي وأمي؟ أبدا ترى الإمام ما ينتظر العلامات، لما يجي النهر مال اللبن من سوريا للعراق، لا مولاي، الذي ينتظره الإمام سلام الله عليه تحقق الشرط الأساسي. وأنا أكد لك من السهولة جدا أن نرتقي المنابر ونذم أولئك الذين تخاذلوا عن نصرة علي بن أبي طالب، وعن نصرة الإمام الحسن، وعن نصرة الإمام الحسين. لكن مولاي بهذه المناسبة المباركة نؤكد أنه في هذا اليوم موجود الحسين، نعم نفس الحسين، لقداسته ولشرف ذكره نرفع أصواتنا بأعلاها بالصلاة على محمد وآل محمد. فإذا مولاي خلنا ننصف الآخرين، مو شرط نحن أصحاب حق على هؤلاء، لا علينا أن نقيس أنفسنا تماما. هل نحن ناصرنا حسين العصر؟ وأقصد بذلك صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. فإذا مولاي دور المساجد من جانب الإخلاص لله سبحانه وتعالى، ومن جانب آخر لاحتواء المجتمع. تعرف خصوصا مجتمعنا العراقي يحتاج إلى حصانة فكرية، وخصوصا الشباب، هناك مؤامرات تحاك على هذه الشريحة، وهذه أهم شريحة في المجتمع لأنها هي الخير، هي العطاء. لذلك يقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم: الله الله بالشباب فإنهم أرق أفئدة وأسرع إلى كل خير. نعم هم الخير والبركة، مو يقول بأبي وأمي، يقول خالفني الشيوخ وحالفني الشباب. نعم مولانا تحاكي المؤامرات، لكن إذا كانت هناك دور للعبادة، وبنفس الوقت تدريس لعلوم محمد وآل محمد، تدريس للقرآن الكريم، نستطيع أن نحتوي الشباب ونحارب الأفكار المنحرفة، ونستطيع أن نخلق حصانة أخلاقية وحصانة فكرية للمجتمع، وهذا ما نحتاجه تماما. نتعلم من المسجد الكثير، ولكن نتعلم شيئا آخر. ما هذا الشيء مولاي؟ نتعلم التضحية من خلال المساجد، وخصوصا من يضحي ويبني. والتضحية أساس، أساس في إثبات الدين والعقيدة. لذلك الزهراء صاحبة الذكرى صلوات الله وسلامه عليها قامت بهذا الدور على أكمل وجه. عندما نريد أن ندخل ونلج في بحر أخلاق الزهراء سلام الله عليها لا يسعنا المقام، ولكن علينا أن نأخذ هذا الدرس استثمارا للوقت على نحو الاختصار. الزهراء سلام الله عليها عندما رأت أمير المؤمنين عليه السلام في موقف حرج جدا، شنو هذا الموقف اللي عند الإمام؟ الإمام عليه السلام يعرف الحق من الباطل،
ويعرف أنه صاحب حق بخلافة الرسول صلى الله عليه وآله. ولكن تعرف الإمام كان ينظر إلى غرض آخر. ما هو هذا الغرض؟ بالله تنبه لي جزاك الله خير. هذا وحدة المسلمين، الحفاظ على الصف الإسلامي. نعم، مجرد أن انتقل الرسول إلى الرفيق الأعلى صلى الله عليه وآله وسلم، وإذا بمعاوية بن أبي سفيان لعنة الله عليه يرسل إلى الإمام أمير المؤمنين عليه السلام: أمدك بالخيل والرجال. بالله بالله عليك معاوية، شنو جابت المحنة على علي بن أبي طالب؟ صار معاوية بن أبي سفيان صار شنو مثلا؟ موالي لعلي بن أبي طالب؟ أبدا. ولكن هناك لوب صهيوني كما يعبر السيد الأستاذ، يريد أن ينشق الصف الإسلامي. وهنا نسأل هذا السؤال حتى ننتقل: إذا كان الحرب بين المسلم والمسلم، هذا الذي نظر إليه علي بن أبي طالب عليه السلام، إذا كان الحرب بين المسلم والمسلم، من المستفاد؟ هذا السؤال يوجه للجميع. ألم يكن المستفاد العدو؟ ألم يكن المستفاد الصهيوني؟ هذه القضية مو فقط في وقت علي بن أبي طالب، لا، حتى في وقتنا الحاضر. لذلك نحن نرى اللوب الصهيوني من خلال الدواعش الكفرة يدخلون لأجل هذا الغرض، أرادوا أن يفرقوا بين الشيعة والسنة، حتى عندما ينشغل السني في الحرب على الشيعي والشيعي في الحرب على السني، من الذي يستفاد مولانا؟ تستفاد إسرائيل. لكن ببركة الزهراء سلام الله عليها وتضحية الزهراء، تركت أمير المؤمنين سلام الله عليه يحافظ على وحدة المسلمين، وقامت صرحت. لكن بماذا صرحت؟ صرحت بالحق نعم، لكن هل صرحت بتكفير الآخر؟ أبدا، بل طبقت المنطق القرآني. بسم الله الرحمن الرحيم: وادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. مولاي مو بقطع الرؤوس، مو بالتكفير أبدا، مو بالتهجير، ماكو هيك دين ترى. ولذلك الشيخ الزهراء سلام الله عليها ضحت بالغالي والنفيس. نحن ليس لدينا الوقت الكثير، نعتذر عن الاختصار. حتى وصل بها الحال سلام الله على الزهراء أن تحتضر في حجرتها، ولكن طلبت من أمير المؤمنين سلام الله عليه: ونحن أيضا نطلب منك يا أبا الحسن أن يحضر في ساعة سكرات الموت. وفعلا حضر الأمير، ولكن تعرف مقام الحسنين عند فاطمة. السيدة فاطمة الزهراء كانت تعزي نفسها بأبي وأمي وتقول: ما أسرع اللحاق بأبي رسول الله. فلما سمعها أمير المؤمنين عليه السلام قال: يا فاطمة عافاك الله مما أنت فيه. قالت: يا أبا الحسن، ما أسرع اللحاق بأبي رسول الله صلى الله عليه وآله. ولكن عزيزة على قلبك واعذرني، وقبل ذلك أطلب الاعتذار والسماح من سيدي ومولاي صاحب العصر والزمان، لأن هذه الرواية عزيزة على كل قلب موالي. الزهراء كانت تنعى نفسها وهي ماذا تفعل؟ كانت تمشط الحسن والحسين، تمشط رأسيهما وتغسل ثيابهما. بعد ذلك قالت لهما: أما اذهبا إلى زيارة قبر جدكم. وعند ذلك جاءت إلى فراش المرض، جلس الإمام عند رأسها، صارت تحتضر فاطمة: يا موالي، ما أدري مستعدين لسماع المصيبة أو لا. وإذا بالسيدة الزهراء عرق جبينها وسكن أنينها ومدت يديها وفاضت روحها الطاهرة
رحم الله من نادى وفاطمة أيوة مظلومة في هذه الأثناء. وإذا بالحسن جاءوا يهرولان أمه أمه أين أمنا. استقبلهم الإمام أمير المؤمنين ما بكما يا قرة عيناي. قالوا أبتا عندما وصلنا إلى قبر جدنا وكأننا بهاتف يقول أقبل يتامى فاطمة. نعم دخلوا إلى الدار لكن لما دخلوا وجدوا الزهراء في هذا الحال. وأنا أطلب منك تصورها بذهنك قليلا. يقول الراوي كشفوا الغطاء عن فاطمة ووقع الحسن على يمينها والحسين على شمالها. كلنا عندنا أطفال. يقول الراوي والله أنها حنت وعنت وفتحت ذراعيها وضمتهم إلى صدرها. يا يا ما اخ بجا وصبطينا بجا وصبطينا وطاحوا عليها وحلت. يا 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 ميتي والله حلت. اه شوف كذب بدي هتف او هتف بالعريش نحيهم يا ابو حسين. هالمصيبة هالمصيبة. وانا اسألك الدعاء وانا اعطي المجال لخدام الزهراء. نعم اخرجوا نعش الزهراء من البيت وهلم معي الى ام المصائب الحوراء زينب. لما بقيت تجول في الدار إذ قلها صدق صارت يا يما صدق صارت يا يما وتاهت الدامة. أي والله صدق يا 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 ما صارت صدق والله يعذرني الفاقد أمها. صدق صارت يا يما وتاهت الدار وظلت بالسوالف عايشة هنا يما يا يما يا يما راحتي والله راحت 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 كلمة اليمة وتركت دموع وظلت ذكريات اشتاج رباه. يا يما اي والله يا يما يا يما تجربة يا 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 او ظل يا 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 الذكريات تجربة. بقيت الحوراء زينب تنظر في ارجاء الدار. اي والله تقول انا اريد اقعد اريد اقعد ونوح بيك يا بي. اي والله يا بيت ويم الحسين يا يم حسين تبكي علي. يا بيت يا بيت يا بيت اظن هل انسبت بالغاضرية. اي والله يا 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 اظن هل انسبت بالغاية. يا 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 البيت. وأسألكم الدعاء ولكن شاركني وطلع حرقة قلبك. تقول لي يا 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 ونحيل ونحيل هنا يلي تون وياي. اي والله ونحيل بلسان حال الحوراء ونحيل. انا ترى قلبي قلبي من المصايب بعد. يا 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 ابو كل احنا فقدنا اعزاز والله. والحياه اظن اظن حبل الموده انقطع. يا يا اخوي يا اخوي ايش كثر عندنا اخوان فقدناهم. اي والله اظن حبل الموده انقطع يا وليد يا اخوي.
ونحايل ونحايل وبعد هيها مات وقت عود لي يا أبوي. جميع يشارك جزاكم الله خير. يا يا والله بعد هيها مات وقت عود لي يا إلا لله وإلا إليه راجعون. إلهي بمصائب فاطمة، بمظلوميتي فاطمة، بجهادي فاطمة، فرج عن جميع المظلومين والمغيبين والمضطهدين والمهمومين، بفرجي مرتجانا ومولانا وأملنا صاحب العصر والزمان. اللهم عجل فرجه الشريف واجعلنا من شيعته وخدامه والمميزين لرايته والصابرين على طاعته. اللهم به وبآبائه الطاهرين اقضي حوائج المحتاجين، شافي وعافي المرضى يا رب العالمين، وخصوصا من أوصان الدعاء. اللهم تقبل أعمالنا، وفقنا لطاعتك، جنبنا معصيتك. وإلى شرف النبي وآله الأطهار، إلى البضعة الطاهرة فاطمة الزهراء، إلى أموات المؤمنين والمؤمنات، إلى شهداء العراق، إلى أموات المؤسسين لهذا العمل المبارك، وأموات الحاضرين، أموات السامعين جميعا، رحم الله من أهدى للجميع ثواب الفاتحة معطرة ومشفوعة بذكر الصلاة على محمد وآل محمد.